السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نرحب بكم في ثاني أيام أسبوع جايتكس للتقنية 2021، حيث نقدم لكم نشرة أخبار هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية. معاكم المهندس محمد بوشليبي ومعاكم خديجة طاهر. نبدأ نشرتنا بالعناوين. بحضور سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، هيئة تنظيم الاتصالات تطلق الهوية الجديدة للحكومة الرقمية لدولة الإمارات العربية المتحدة. هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية تستعرض مبادرة خدماتي الرقمية، والآن إلى التفاصيل. أطلقت هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية الهوية الجديدة للحكومة الرقمية الاتحادية، وذلك بحضور سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوب نائب حاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، خلال مشاركتها في أسبوع جايتكس التقنية 2021. ويأتي الإعلان عن الهوية الجديدة للحكومة الرقمية إذاناً ببدء مرحلة جديدة من العمل الحكومي أساسها التعاون المشترك بين مختلف الجهات الحكومية والاتحادية، وقوامها مفرزات الذكاء الاصطناعي والثورة الصناعية الرابعة والبيانات الضخمة وتقنيات الجيل الخامس. وتعكس الهوية الجديدة الدور المحوري للحكومة الرقمية ضمن توجهات الدولة خلال 50 عام القادمة، التي تتضمن تسريع وتيرة التحول الرقمي في دولة الإمارات العربية المتحدة، وصنع مستقبل قائم على التكنولوجيا المتقدمة المدعومة بالذكاء الاصطناعي والمدن الذكية ومجتمع واقتصاد المعرفة الذي يحقق التنمية المستدامة وسعادة الجميع. أعزائي المشاهدين، فاصل قصير ونعود إليكم مع الفقرة الثانية. تهدف مبادرة خدماتي الرقمية إلى تشجيع المتعاملين على التحول للخدمات الرقمية بدلاً من الحضور إلى مراكز الخدمة في الجهات الحكومية الاتحادية، وذلك لإتاحة تحول سلس إلى الخدمات الرقمية وفقاً لتوجهات سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي رعاه الله، والقاضية بإلغاء 50% من مراكز الخدمة الحكومية وتحويلها لمنصات رقمية خلال عامين، وعملاً باستراتيجية الإمارات للخدمات الحكومية إلى التي تستهدف أن تكون خدمات الجهات الحكومية الاتحادية رقمية بنسبة 100% بنهاية 2023. وحول هذه المبادرة نلتقي بالمهندس عبد الله الجلاف. مساك الله بالخير اخوي عبد الله. مساك الله بالنور والسرور. لو تقدر تحدثنا عن أهمية هذه المبادرة في التوعية بالخدمات الرقمية. نعم، دائما يوم اتكلم عن مبادرة خدمات رقمية وجو ديجيتال ابداها بقصة. نعم. لو نرجع 12 سنة، عاد انا ما بكبر عمري وايد، فلو نرجع 12 سنة او 15 سنة للوراء بنشوف ان كانت في، خلينا نقول، حمل كبير علينا نحن اذا انت بتصير تقدم على خدمه معينه في اي مركز خدمه. صحيح. تشيل معاك اوراق وتوصل للمركز وتشغل سيارتك عنك. بالضبط. وتوصل لين هناك وتنصدم ان في ورقه ناقصه هناك وترجع البيت وما تلحق عقب من الزحمه على الخدمه اللي انت كنت تبغيها. صحيح. او الجهه هذه نفسها. بعد التطور اللي احنا شفناه واللي شهدناه والتكنولوجيا مدخلت في المواضيع كلها، والحين الخدمات نفس ما نقول خدمات رقميه والتحول هذا اللي صاير، قمنا نشوف ان هذه الخدمات الكبيره او الخدمات او الجهود الجباره اللي صايره من هذه الجهات قامت، يعني خلينا نقول تاخذ حيز كبير من التطور اللي صاير الحين. وايضا سهلت علينا نحن كثير من الامور، يعني بدل لا تشيل هذه الاوراق كلها ممكن تلفونك يغنيك عن كل الاجهزه. صحيح. هذه اللي انت بتشيلها. فتخيل الوضع،
طلعنا بهذه المبادره بالتعاون مع البي ام او لان مثل ما ذكرت ان جهود كبيره ياسة تستوي ولازم الجهات تبدا تروج عن هذه الجهود كلها صحيح. وتعرف المتعاملين ان في جهود كبيره صايره وان ما له داعي انك تشل او تجي بالطريقه التقليديه انك تجي الجهه وتقدم على الخدمه صحيح بضغطه زر ممكن انك تاخذ هذه الخدمه وتوصلك لين باب البيت 100% صحيح. هل المبادره خاصه بالخدمات الرقميه اللي تقدمها الهيئه هي بس خاصة بالخدمات اللي تقدمها الهيئة ولكن بجميع الخدمات الحكومية الاتحادية اللي توفرها الجهات أو مرتبطة فقط بالخدمات اللي توفرها الهيئة أو هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية. أخوي عبد الله لو تخبرنا بس كيف تجدون وعي سكان الدولة بالخدمات الرقمية؟ وعي المجتمع حقيقة جيد إلى جيد جدا عن الخدمات الرقمية ويستخدمون الخدمات الرقمية بشكل كبير خاصة في الجائحة اللي مرت علينا الله يجيرنا منها وما تنعتبر اللي حولت حياتنا من حياة اعتيادية إلى حياة رقمية وحياة استثنائية الناس ممكن كانت في الصدمة أني أنا كيف بقدم على الخدمة اللي أنا كنت أقدمها دائما أو حتى الناس يمكن قامت تقول شغلنا كله وقف صحيح اوكي عقب الاسبوعين شو بيستوي صحيح. صحيح عقب هاي الفتره شو بنسوي كيف هنا. بجدد سيارتي هنا. كيف اسوق سيارتي هنا. هنا. فوايد اشياء قامت تي يعني في مخيله الناس انه خلاص كل شيء وقف هنا. ولكن بالعكس هذه الخدمات حولت كل هذه الامور الى واقع انت تعيشه حاليا الناس تستفيد منه صحيح. صحيح فبالعكس يعني كانت مثل ما تقول قفزه كبيره هنا. في هذا هنا. في هذا المجال شو هي القنوات اللي تستخدمونها في تطبيق هاي المبادره حقيقة كل القنوات اللي موجودة والمتاح ممكن نحن نستخدمها قنوات مواقع التواصل الاجتماعي وتشوفون كيف لها تأثير كبير على فئات المجتمع وكيف الرسالة توصل بشكل سريع صحيح. في مثل هذه القنوات وأيضا ما ننسى شرائح المجتمع الأخرى اللي بعدها تستخدم الوسائل التقليدية منها الجرائد منها الإذاعة وأيضا قنوات التلفاز فبعد كل هذه القنوات ممكن أن نحن نستخدمها في ترويج أو يستخدمونها في ترويج لهذه صحيح. المبادرة صحيح. وسمحوا لي بس أضيف نقطة على السؤال اللي قبل هذا الطريقة في خلينا نقول توصيل الرسالة تختلف من شريحة لشريحة عندنا شرائح مختلفة والتركيز دائما أو بتلاحظونه منصب في أن نركز على الشرائح مثل أصحاب الهمم صحيح. وأيضاً صحيح. كبار المواطنين صحيح. لأن طريقة توصيلنا للمعلومة تكون مفروض مفصلة أكثر نعم. في طريقة استخدام طبعاً. الخدمة أن نوفر لهم الخطوات في أنك أنت كيف ممكن تقدم على هذه الخدمة وكيف عليك. ممكن توصلك الخدمة هذه بطريقة سهلة عليك. لباب بيتك وبكل سهولة تقدم على هذه الخدمة وأيضاً عليك. ربطناها بشعار لوجو جو ديجيتال فنبغي نزرع هذه الثقافة في الناس فمجرد أنهم يشوفون هذا اللوجو يربطونها دايركت ب او مباشره بالخدمات الرقميه اللي توفرها هذه الجهات فبتكون شيء متعودين عليه دائما جميل جميل نشكر اخوي المهندس عبد الله على هذه المعلومات القيمه والان العوده الى العناوين هيئه تنظيم الاتصالات والحكومه الرقميه تطلق الهويه الجديده للحكومه الرقميه لدوله الامارات العربيه المتحده هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية تستعرض مبادرة خدماتي الرقمية بهذا نختتم نشرة اليوم من هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية تابعونا من خلال موقع الهيئة www.tdra.gov.ae أو عبر حسابات التواصل الاجتماعي على فيسبوك، تويتر وإنستغرام نشكر لكم حسن المتابعة وإلى اللقاء دمتم بخير